أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أن الحكومة حولت مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية إلى مجلس الأمة للسير في إجراءات ومراحل إقرارها، والتي تضمنت مسودة مشروع قانون الانتخاب وقانون الأحزاب السياسية، بالإضافة إلى توصيات متعلقة بتمكين المرأة والشباب. وأشار الخصاونة إلى أن تمكين المرأة أمر أساسي، حيث أن الأردن يعتبر من دول المنطقة الرائدة في هذا المجال. التعديلات الدستورية المقترحة والمرتبطة بمشروع قانون الانتخاب والأحزاب وبآليات العمل النيابي. لقد زاد عدد المواد التي درستها اللجنة على 50 مادة دستورية، وارتأت اللجنة ذاتها أن توصي بتعديل 22 مادة منها، بما يضمن الاستجابة للرسالة الملكية السامية. جاءت التعديلات المقترحة لموائمة الدستور لمسودتي مشروع قانون الانتخاب والأحزاب السياسية اللتين وضعتهما اللجنة، إضافة إلى المواد الدستورية المتصلة بآليات العمل النيابي بهدف تطوير الأداء التشريعي والرقابي والنهوض بهما. كما هدفت التعديلات المقترحة إلى تمكين الشباب والمرأة وذوي الإعاقة وتعزيز دورهم ومكانتهم في الدستور والمجتمع. خرجت اللجنة بمقترحات وتوصيات تتمحور حول الآتي: أولاً، تمكين الشباب والمرأة وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة. ثانياً، تحصين الأحزاب السياسية وحمايتها من أي تأثيرات سياسية. ثالثاً، تطوير آليات العمل النيابي.